السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أبا أصور لكم المنطقة اللي كانت مسكوكة ومغلقة فيما سبق. الآن نحن هناك جرول تيسير، طبعا هي اسمها الحقيقي القبة بس مشهورة بجرول الآن صارت. كنا نحن مصورين المنطقة، يعني طبعا الحرم خلفي الآن تشوفوه، هناك موقع مستشفى الولادة سابقا وأبراج الكسوة يسار، فندق أبراج الكسوة يسار. فأحببت أن أصور لنا هذه المنطقة، كانت مغلقة ونحن صورناها. طبعا هذا الحرم، هذه المنطقة يسموها جبل الكعبة، طبعا هذا لا الصعود هذاك كله، النزول الآن مفتوح خلاص، يسموه جبل الكعبة. طبعا الان الدخول الى التوسعه مسموح. نشوف هذيك المنطقه التوسعه الجديده، من هناك مسموح، يعني فتحوه، هو مش انه هو كان مغلق. طبعا اعيد واذكر، يمكن الذهاب يعني الى الحرم من هذا الطريق جبل الكعبه، صعود بسيط ثم النزول في منطقه الشبيكه او من هذه المنطقه، ان شاء الله كده يكون واضح. انا بحاول اجيب التصوير من جميع الاتجاهات. أكمل بالسيارة. هاي طبعا اصلا اسمها منطقة القبة، وهنا صار موقف باصات النقل الجماعي على الجهة اليمنى، وهذا اتجاه الابراج الكسوة جرول تيسير. طبعا المناطق هذه انا سبق صورتها بس عشان يكون في ربط، من اجل انه يكون في ربط ذهني بين السابق كان ذاك مغلق اول. طبعا هذه جرول، حلقة جرول.